في ميدان التدريبات العسكرية داخل المعهد العالي لمهن البناء والأشغال العمومية والعمران بمدينة ألاج التابع لمجمع بوليتكنيك، تتأهب هذه الدفعة من طلبة المعهد للتخرج بعد 3 سنوات من التكوينات الميدانية المكثفة في مجالات البناء ومختلف أنماط الإعمار. حفل تخرج الدفعة 5 من طلبة الهندسة المدنية تميز بحضور القادة العسكريين المشرفين على التأطير العسكري في ميادين التدريب جنبا إلى جنب مع الطواقم التربوية الأخرى التي تتولى التدريس. كما تعلمون يشكل التكوين العالي المهني أحد أهم الرافعات لتنمية البلدان التي يحتاجها البلد لسد النقص الحاصل في اليد العاملة المؤهلة في ميدان البناء والأشغال العمومية، وذلك في إطار سياسة الحكومة للرفع من جودة التعليم العالي. تتميز الدفعات التي خرجها المعهد خلال مسيرته بالكثير من الانضباط والمسؤولية، إذ يتم تزويد هؤلاء التلاميذ بخبرات ميدانية ومعرفية تمكنهم من مواصلة مسارهم المهني بشكل مناسب. يخرج المعهد العالي للبناء والأشغال العمومية والعمران اليوم دفعة شديدة من الطلبة المتميزين، وهي الدفعة 5 منذ تأسيس المعهد، مكونة من 43 طالبا سيحصلون على إجازة مهنية في الهندسة المدنية. تركزت الفقرات الرئيسة للحفل حول الدور العلمي والعسكري البارز للمعهد في إطار تعزيز المنظومة التعليمية في بلادنا والعمل على دعم اليد العاملة المحلية خاصة في مجالات الأشغال العمومية والعمران. إن طلبة المعهد كما تعرفون يتلقون تكوينا عسكريا محدودا يشمل النظام المنضم والتكوين المعنوي وبعض القوانين العسكرية، الشيء الذي جعل المعهد العالي لمهن البناء والأشغال العمومية والعمران يجسد على الواقع ومنذ إنشائه قيم المدرسة الجمهورية قبل أي مؤسسة تعليمية أخرى، حيث يضم طلبة من جميع الجهات والولايات والفئات والأجناس. تضمنت فعاليات الحفل عروضاً وسكتشات مسرحية عكست بشكل أساسي أهمية هذه المؤسسة العلمية ذات الطابع العسكري ودورها في تكوين الشباب وتعزيز قدراتهم الميدانية وتزويد سوق العمل بخبرات وطنية جمعت بين التكوين العسكري والمعرفي الميداني. وقد توج الحفل بتوزيع شهادات تقديرية على أعضاء الدفعة مع التقاط صورة تذكارية ضمت إلى جانب الطواقم العسكرية والمدنية المشرفة على التأطير الطلبة الخريجين لعام 2023. عبد الودود السيدنا، الموريتانية، مدينة ألاج.